إذن النقابة الوطنية للمنظفة المندوبية السامية يقدم على مقاومة أعضاء جيش تحرير عملت على واحد البرنامج النضالي اللي جاء بعد الأذان الصماء ديال الإدارة اللي رفض كاع جميع السبل لحل المشاكل اللي كاينة في القطاع بطرق ودية. الإدارة لحد الآن بعد ما يقارب سنة تتعنت في توقيع محضر 30 اللي كان مع رقاء اجتماعيين مع النقابة ديالنا. أكثر من هذا أن الإدارة لا زالت تتمادى في سياسة ديال التعسف والتنكيل ضد الموظفين، سواء بإحالتهم على مجالس تأديبية كيدية أو تنزيل عقوبات اللي هي تعسفية مثل تنقيلات العديد من الأطور اللي تم تنقيلهم تعسفيا بعيدا عن مقرات سكنهم ومقرات ديال العائلة ديالهم. رفض الإدارة أيضا استجابة لبعض المطالب اللي كتبقى عادية وبديهية للموظف مثل استفادته المشروعة وإجازته السنوية. للأسف قطاع ديال المقاومة قطاع للموظفين كاين اللي عنده تراكم ديال 3 سنوات أو 4 سنوات ديال الإجازة، والإدارة يعني في وضع اللي هو غير موجود في أي قطاع كترفض أن تأثر الموظف على إجازته يعني كاملة كما هو معمول به في الوظيفة العمومية. أيضا العديد من المشاكل الأخرى اللي مرتبطة بالممارسة اليومية ديال العمل، يعني في بالغياب أدنى شروط العمل في المكاتب في المقرات الإدارية. لهذا فالنقابة عدمت أنها صعدت من وتيرة العمل النضالي بعد أن الإدارة يعني ما بغاتش تدير التحل، وأكثر من هذا لا زالت تتمادى في وسائل التعسف وباقي كتحل العديد من المناضلين من المجالس الإدارية ولا التعامل الانتقامي. وهذا للأسف الشديد جربنا كاع جميع الطرق والصيغ الممكنة لكن للأسف ما كانش تعاطي إيجابي مع هذه المطالب.